السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي غوصات فاصيل. اليوم راني غادي نشارك معكم الكفتة ديال السردين. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو بلاصوص. تابعوا معايا. صوص عندي الأبزار الأحمر معلقة صغيرة، الأبزار الكحل معلقة رأس معلقة صغيرة، سكنجبير معلقة صغيرة، خرقوم معلقة صغيرة، الملح معلقة رأس معلقة صغيرة، الكمون معلقة صغيرة، جوج فصوص الثوم، القزبر والمعدنوس بيناتهم جوج معالق، ثلاثة د المطيشات طحنتهم ودرتهم هنايا، مطيشة مطحونة، درت معلقة كبيرة، جوج معالق ديال الزيت، زيتون، وضامة د البنة، نص ديال واحد الضامة ماشي كاملة. ندير لاصوص الطير، نضيفلك المقادير ديال السردين كي غادي نديرو الكويرات، وأنا خليت لكم هاد الحوت غير باش تشوفو كي غادي كنضفتو ودرتو في الميكسو حتى طحن مزيان. صافي وغادي نوجد بها الكفتة إن شاء الله. الكفتة ديال الحوت راه كتجي زينة وبنينة. نقلع الجلد على برا، صافي راني درك غادي نوري لكم كي غادي نديرها التوابل ديالها. بسم الله الحوت صافي راني وجدتو كما قلت لكم، حط باين من القوات ديالو. عندي كيلو نتاع الحوت صافي، مع داك الشوك ديالو كلشي راه وصل لي، ما وصلش كيلو هذاك الشوك وكلشي، صافي ولا ليا غير في نص كيلو تقريبا. معلقه قزبر ومعلقه معدنوس بيناتهم جوج معالق، واحد الحبه ديال الطوماط راني قطعتها غير رقيقه، والبزار الاحمر، البزار الاحمر معلقه صغيره، الكمون معلقه صغيره، جوج عندي هادو محرين، شويه حارين درت شويه منهم حارين، درت غير واحد على راس الحبه شويه على راس المعلقه، جوج طروس ديال الثوم، معلقه صغيره سكنجبير، معلقه صغيره الخرقوم، معلقه صغيره حب الكحله، جوج معالق ديال الزيت، كاس كبير عامر نتاع الرز، معلقة صغيرة نتاع الملح. نجيب واحد الإناء اللي غادي ندير فيه هاد التوابل. صافي درت الثوم، الرز راني غسلتو، الرز الأبيض، الزعفران تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا تقدروا تستغناو عليه غير شويه باش يدير الكلور وصافي. صافي غادي نشعل الغاز ديالي، وغادي ندير هذاك الكاس ديال الماء، نص كاس باش يتشحر فيه هاد التوابل. غادي ندير شويه نتاع الزيت، واحد جوج معالق، غادي نزيد هذاك النص ديال الكاس ديال الماء. صافي كاس الماء اللي درت هنايا، صافي المجموع رفدات ليا ثلاثة الكيسان نتاع الماء، غادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. صافي غادي نخلط في الكفتة وغادي نديرها كويرات. مساهلين على هي لاصوص ديالك كطيب مزيان. على راه يتختار مزيان
ها هما لي بول ديالو تاع الحوت، ودركو غادي نديرهم في المرقه. بسم الله نحطوهم غير بشويه. ها هي ديال الكبير، درك غادي نزيد عليهم. درت هنايا معلقه كبيره نتاع ماتي شامبونو، درت كنور وصافي. غادي نزيد الكنور، درت شويه تاع الملح، غادي ندير فيه واحد الفلفله حاره صغيره باش تطلق المذاق، راه كتجي زوينه. غادي نزيد واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، نحطوها عليها ونخليها طيب غير بشويه. بسم الله راهي دارت 35 دقيقه، هي طارت مزيانه ويبست من المرقه. دركوي غادي نجيب الاناء اللي غادي نقدم فيه الكفته، راه كتجي زوينه وبنينه، راهي ما فيهاش المكونات بزاف، راهي ساهله. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله ديروها بالصحه والراحه. شوفوا كي جات ما شاء الله، راهي زوينه وبنينه. نتمنىكم تجربوها، راهي ساهله ما فيهاش مكونات بزاف. هاني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو، ديروا اللايك. بالسلامة عليكم، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.